كمغربي يعني طبعا فرحانه لهذا الفوز هذا لانني كنت متبع المقابله ف يعني فرحانه بصح والوراق شويه تبلبلات لينا الوراق لان كنا حنا طالبين غير تعادل مع كرواتيا ومن بعد خصنا نلعبوا شويه هكايا مع بلجيكا دونك حنا كاين امل وصراحه الدراري راه لاعبين ويفرح في هذه المقابله هذه ومن حقه كاين بزاف د الحوايج حنا ما راضيينش عليها ولكن من حقنا اننا نفرحوا في مناسبه بحال هذه لان حنا موراهم وديما كنشجعوهم وكنشجعوا حتى الاشياء الاخرى ولكن واحد القضيه هذوك المسؤولين خليوا الدراري يلعبوا ما تبقاوش ديروا لهم الكولاسه خلي الدراري تكونسونطراو ما تقول له لا هذه او كنشجع الكوديم وشباب مريرت وشباب زيان خنيفره او فوالا كنتمنى لهم على الاقل يضربوا لنا شويه كندا. انا ما تفرجتش في المنتخب ديال كندا باش نعرف شنو لان ما شفتش المقابله ديالو ولكن كنظن انايا انا كاين دراري بمعنويات مرتفعه جدا عندنا في المنتخب هذا ماشي زعما خطاب عاطفي ولا شي حاجه كاين دراري عندهم معنويات مرتفعه كاين الركراكي داخل في تحدي داخل في تشالنج وخصو ضروري انه يبقى على هذا الحماس هذا وعلى هذا لا ديسيبلين وهذا الصرامه باش انهم لان انا حاسه بهم وقادرين يديروا هذا الشيء وقادرين يديروا مجهود كبير مع كندا كذلك فما يمكنش نكونوا كنضربوا جنوب الامريك لاتين ونضربوا اوروبا ما نضربوش شمال امريكا فوالا انا بالنسبه لي غادي تجيك مفاجاه وقيله غادي تجيك مفاجاه انا بالنسبه لي كان امرابط رجل المقابله بالنسبه لي كان امرابط رجل المقابله لان فريمون كيتقاتل مقاتل محارب هذاك الود الله يحفظه له هو لاخوه وديما كنشجعوا الوليدات اللي كيجيبوا النف من هولندا ومن المانيا ومن بلجيكا وبالتالي كيبقاو مغاربه وكاين طبيعة الحال الحارس ديالنا ياسين اللي مشى كنتمناو انه يكون داكشي باش يرتاح يتوسى وحتى الولد يسمح لي كنت سالي سميتو ديما اللي هو غومبلاسون ديال ياسين بوخلال محمدي كان رائع وكان تخي كونسونتخي وبالنسبه لي انايا وي كان المحمدي ولكن انا كنشوف كنتفرج كمتفرجه انا بان لي يعني المقاتل المشارس اللي كان من غير هذوك من غير الدراري اللي في الهجوم وداك الشيء كان كيبان لي امرابط حيد لينا بزاف د الكواري كانوا خايبين لينا انا قلت لك انا كاينه النفس كاين حماس لا الرقم لا 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 لا, لا انا ما كنعطيش ديك الارقام العاطفيه 3-0 ولا شي حاجه خصنا نبقاو مكونسونطرين مركزين ما تغروش الدراري عندنا زويونين تيلعبوا في هذا دونك كندا وعلاش لا 1-0 حتى هي غادي ماركي زياش ولا ولكن انا كنتعاطف مع حكيمي بغيتو يماركي البيت حكيمي اي لاف يو حكيمي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.